الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار خلال شهر نيسان الماضي نحو 4 مليارات دولار. وأقلت مصادر صحفية أن البنك المركزي باع خلال شهر نيسان الماضي فقط نحو 4 مليارات، وبمعدل أكثر من 199 مليون دولار يوميا، مرتفعة عن شهر آذار الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه أكثر من 3 مليارات دولار، مشيرة إلى أن معظم هذه المبيعات ذهبت لتمويل التجارة الخارجية. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة في قائمة المستوردين من تركيا، وللشهر الثالث على التوالي خلال العام الحالي 2022. وأقرت الهيئة في تقرير أن صادرات تركيا لشهر آذار بلغت 22 مليارا و709 ملايين دولار، مسجلة ارتفاعا مسبوقا وصل إلى نسبة 19.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2021. وبيّنت الهيئة أن واردات تركيا في آذار بلغت 30.878 مليون دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة زيادة وصلت إلى 30.7% عن نفس الفترة من عام 2021. فيما يخص الغاز القطري، استعادت قطر صادراتها لأكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم من الولايات المتحدة في وقت خفضت نهاية فصل الشتاء الطلب على وقود التدفئة في نصف الكرة الشمالي. وقالت وكالة بلومبرغ إن صادرات قطر لشهر نيسان من الوقود عالي التبريد تجاوزت 7.5 مليون طن متري، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة، مشيرة في الوقت نفسه لأن درجات الحرارة المنخفضة ورغبة أوروبا في خفض الاعتماد على الطاقة الروسية كلها أدت لزيادة الطلب على الغاز الطبيعي والوقود. يشار إلى أن قطر تخطط لمشروع تصدير ضخم سيتم طرحه أواخر العقد الحالي، والذي يمكن أن يعزز مكانتها كأكبر مورد في العالم. حول أزمة القمح، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن أزمة القمح حول العالم برمته تتفاقم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا مؤخرا. وأضافت الصحيفة أن هناك اضطرابا كبيرا ملحوظا في الأسواق العالمية وسباقا للبحث عن الحلول اللازمة، مشيرة إلى أن الحرب في أوكرانيا رفعت أسعار تكلفة وإنتاج القمح بشكل كبير ملحوظ، الأمر الذي يهدد الإمدادات الغذائية من المناطق الزراعية الأكثر إنتاجية في العالم. من جانبهم، أكد خبراء زراعيون واقتصاديون كذلك أن استمرار العمليات العسكرية سيبقي الأسعار مرتفعة، ما يعرض الأمن الغذائي للخطر من جديد في أماكن مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عدم الاستقرار السياسي في العقود الأخيرة. أترككم الآن مع أسعار العملات. شكراً لحسن المتابعة، وكل عام وأنتم بخير.